السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، وان شاء الله حنتكلم عن برنامج ري الطماطم والفلفل خلال هذه المرحلة. الله حنتكلم عن كل كم يوم يتم ري الطماطم والفلفل لما يكون النبات صغير بالشكل هذا، او بعد عشرات ايام بالضبط من زراعته. فطبعا قبل حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظوا هذه الطماطم اللي اتمينا زراعتها لاحظناها منكم، وطبعا امبارح كذلك اشترينا طماطم وزرعناها بالشكل هذا، وان شاء الله حنتابعها خطوة خطوة في القنية. طبعا بيجيني اسئلة عن برنامج ري الطماطم والفلفل خلال هذه المرحلة، او كل كم يوم يتم ري الطماطم والفلفل. طبعا الطماطم والفلفل من المحاصيل اللي بتحتاج للري، ولكن لازم طبعا ننتظم في ري النباتات خلال هذه المرحلة حتى طبعا ما يسببش في تعفن جذري للفلفل في المرحلة هذه. فإن شاء الله حنتكلم عن أفضل أوقات تري النبات في المرحلة هذه. طبعا أول حاجة بالنسبة لبرنامج ري الفلفل، أو كل كم يوم يتم ري الفلفل، طبعا الفلفل ما بيحتاجش للري الكثير، ولازم طبعا ننتظم في ري الفلفل قبل ما يتم تعطيشه لمدة 10 أيام، وممكن طبعا يستغرق 20 يوم كاملة بدون إضافة أي ري. فطبعا احنا هنحاول ننتظم في الري. طبعا بالنسبة لبرنامج ري الفلفل ان شاء الله حنعتمد انه احنا نروي كل 3 أيام، بنروي ري بالغمة. يعني اليوم روينا، ان شاء الله حنستنى 3 أيام آخرين وبعدها يتم ري النبات مرة أخرى لغاية يتم تعطيشه. وطبعا بالنسبة للطماطم وكل كم يوم يتم ريها، بالنسبة للطماطم طبعا لازم يتم ريها كل 5 أيام مثل نفس الفلفل. الطماطم طبعا كذلك ما بتحتاجش للري الكثير، فحنحاول ان احنا نباعد بين فترات الري، يعني ري كل 5 أيام تكون ممتازة جدا للطماطم. وطبعا الطماطم والفلفل ان شاء الله حيتم تعطيشهم، وان شاء الله حنعمل حلقة عن متى يتم تعطيش هذه النباتات، وان شاء الله حنتابع التعطيش خطوة خطوة في القناة. ولكن قبل التعطيش لازم طبعا ننتظم في ري الفلفل، لاحظنا منكم بالشكل هذا. وطبعا لازم ما نكثرش من المياه، لانه طبعا كثرة المياه او كثرة الري ممكن تسبب في تعفن جذري في اسفل سيقان النبات، وممكن طبعا يصير ذبول على النبات، وممكن طبعا نخسر نبات الفلفل. فطبعا لازم ننتظم في الري اهم حاجة. وطبعا ممنوع ان احنا نسمد باي نوع من السماد لغاية ما نعطش، وبعد ان شاء الله التعطيش يتم التسميد، وان شاء الله حنتابع معاكم برنامج التسميد خطوة خطوة لغاية ان شاء الله ما نحصد الفلفل. وطبعا مثل ما تلاحظوا هذه شتلات الباذنجان اللي ان شاء الله حنتكلم عليها في فيديو اخر. وطبعا هذه الطماطم ان شاء الله كذلك حنتابعها في القناة خطوة خطوة، والفلفل ان شاء الله حنتابع معاكم الفلفل والطماطم والباذنجان والفاصوليا الخضراء وكذلك البصل الاخضر خطوة خطوة ان شاء الله في القناة. فطبعا في نهاية الحلقة اتمنى تكون عجبتكم، وعندكم اي سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات، وان شاء الله نلتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.